أشكر الجميع، أحب أشكر المدربين، أشكر الرعاة، جامعة الملك عبد العزيز، مكتبة الملك فهد، وبرنامج كيف نكون قدوة التابع لإمارة منطقة مكة المكرمة. الحمد لله تم اختتام معسكر التدريب اليوم، سعدنا بكمية المواهب والمشاريع المعروضة، كان المستوى جدا عالي، وإحنا كلجنة التحكيم يعني وجدنا صعوبة في تقييم كثير من المشاريع لجودتها العالية.